لكم التحية في كل مكان. صباح الشروق ما زال مستمر معاكم لكل من التحق من الآن، ونواصل في موضوع المخدرات ومكافحة المخدرات. زي ما أسلفت في بداية هذه الحلقة إنه الحملة تعم كل السودان لمكافحة هذا الخطر الجامح، وبتضافر الجهود عسى ولعل إنه نقدر نطلع لبر الأمان. وأنا سعيد جدا في المساحة دي يكون معي الرائد حاتم الطيب، المستشار العلمي في مكافحة إدارة المخدرات. أنا أرحب بك جدا سعادة الرائد. تحية لقناة الشروق وتحية لبرنامج صباح الشروق، ونحن سعيدين جدا أن تكون الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حاضرة اليوم في التحدث عن أهم القضايا اللي هي تلي شبابنا السوداني وتلي المجتمع السوداني. نعم. وهي قضية المخدرات. تكلموا عن أسباب انتشاره بهذا الحجم، يعني نفسية ولا اقتصادية ولا المشكلة بين يا سعد الرأي؟ هنالك عدة عوامل يعني أدت إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات. السودان ليس بمعزل من دول العالم من ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات، فكل دول العالم تعاني من نفس المشكلة، الدول الأوروبية، الدول الأمريكية، كل الغارات الموجودة في العالم تعاني من مشكلة المخدرات، وكل المجتمعات تعاني من ظاهر انتشار المخدرات. لكن هنالك أسباب أدت إلى انتشار المخدرات في السودان، هي إحنا ممكن نقول الشريط الحدودي الطويل مع دول الجوار. ثمانية دول. هي عدد ثمانية دول، وهي يعني أصبح السودان معبر لكثير من أنواع المخدرات لدول أخرى. نعم، بيجي كوبري ما بينه وما بين الدول الثانيه، يعني المخدر اللي بيمر جزء منه بيكون قاعد في السودان وجزء منه بيطلع، في جزء منه بيدخل السودان وفي جزء منه بيطلع. نعم. نتكلم عن المجهودات اللي قاعد تقوم بها الاداره يعني في الايام دي بالذات وفيما قبل. الاداره العامه لمكافحه المخدرات تعمل وفق محورين، محور خفض العرض ومحور خفض الطلب. بمجهودات الإدارة العامة للمخدرات لمكافحة المخدرات بتعمل في تجفيف منابع المخدرات. هنالك زراعات في مساحات ضخمة بعيدة، نحن نقول من عيون السلطات، لكن في ظروف الخريف تنقطع السبل للتواصل للمنطقة. ده فيما يخص البنجو بالتحديد. ما يخص بالبنجو. طيب. وهو بمثل أكثر أنواع المخدرات انتشارا في السودان مقارنة مع الأنواع الأخرى. نعم. بالإضافة إلى ظاهرة انتشار برضو إساءات استخدام العقاقير الطبية. وهنالك لجنة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات لديها ممثل في هذه اللجنة، وهي تعمل في تنسيق تام مع هذه لجنة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية. نعم. في المجلس القومي للأدوية والسموم بوضع آليات وضوابط لصرف العقاقير التي تحتوي على مواد يساء استخدامها. نعم. طيب، بالتأكيد وبالضرورة دور المكافحة ودور الأسرة مرتبط ببعض. تكلم عن دور الأسرة، ممكن يكون مؤثر قدر كيف؟ دور المكافحة، المكافحة معنية بعمليات الضبط، بعمليات التوعية، بعمليات تجفيف المنابع زي ما ذكرنا. لكن هنالك دور هام لدى الأسرة، وهم كل ما يلي في هذا الموضوع يتعلق برب الأسرة، فهو العمود الفقري والعمود الأساسي للأسرة. فإذا كان يعني الوالد هو مشغول عن أبنائه وهو منهمك في عمله والأبناء بعيدين منه، يعني تراعي أولادك، شوف أولادك بيمشوا مع منه، أصدقائهم منه، أو الوالدة إذا كان الوالد متوفي مثلا أو مغترب أو كده، أو الوالدة أو الأخ الكبير، أي شخص. نعم. يعني نحن نقول لأي شخص إنه هو بيتحمل المسؤولية. لو كان أخو ولا كان والد ولا كان والدة، إنه شوف أخ أولادكم ديل بيسووا في شنو، وأدوهم مساحة زمنية، أجلسوا معهم على طاولة الطعام في الصينية بتاعت الغداء بتاعتنا دي، أو إذا كان للأسف أخر. للأسف اختفت القعد كل الأسرة في الصينية الغداء دي. شوف أولادك بيمشي مع منه، أصدقائهم منه. نعم. أقعد صارحهم، تكلم معهم عن المخدرات، كن صريح بينك وبينهم، حتى إذا اكتشفت إن أي واحد من أولادك ولا حاجة بتعاطى المخدرات احتويه، ما تنفره. نعم. ما تخليه يبعد منك، ما تخليه يكرهك. نعم. احتويه وفهمه، وسوق حتى لو صعب عليك الامر، سوق اللي زول اكبر منه، ودي مصحه مشكله كويس. بعد ذاك اذا استه نحن يعني الحته بتاعت التعاطي والحته بتاعت الادمان تختلف. نعم. لو اصبح مدمن هو بيحتاج لمصحه. ايوه. واذا كان هو متعاطي من اول جرعه او ثاني جرعه، ما افتكر انه هو بيحتاج.
بيحتاج لمساعدة، بيحتاج لإرشاد ولتوعية. نعم، هذا كلام مهم جدا. نعم. الفريق بيناتهم نعم. مهم شديد. نعم. نعم. المخدرات لأنها عندها ارتباط بحاجة نحن نسميها الإيفوريا، أو هو ما يسمى بالشعور الزائف بالسعادة. فالشخص بيبدأ يفتش ليها لأنه هو بيلقى فيها السعادة بتاعته، بيلقى فيها الحاجات دي. يقول لك بتزبط مزاجي. يتهيأ ليه وينه بيتهيأ هو ما تمام. نعم نعم. نعم. طيب ده دور الأسرة. نجي بعد ذاك انت اشرت لي حاجه قبل شويه اللي هو المداهمات اذا جاز لي التعبير. نعم. او الاوكار تحديدا. نعم. بنطلق منها هل قادرين تضبطوا كميه الاوكار دي؟ لانه الخرطوم دي واسعه والولايات ما ادراك ما الولايات. يعني الاداره العامه لمكافحه المخدرات تعمل في 18 ولايه. نعم. داخل ولايه السودان ورئاسه قوات الشرطه ما يعني قدمت لها كل شيء، قدمت كل الدعم اللازم لإنجاح كل العمليات المتعلقة بعمليات الضبط أو تجفيف المنابح أو قبض المجرمين اللي بيتاجروا في قضايا بيتاجروا بالمخدرات. نعم. فهي تعمل في 18 ولاية، عندها جزء بيعمل في مجال التوعية، عندها جزء بيعمل في العمل الميداني. نعم. بالإضافة إلى عملنا في كل الطرق البرية والمواني البحرية والمطارات. هنالك هو تبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في كل منطقة، في كل محلية وفي كل ولاية وفي كل مكان. نعم. نعم. ولديها مكاتب فرعية في كل الأماكن. نعم. المشكلة إنه يعني الفترة الأخيرة بالتحديد المروجين بيجوا ما هم التجار بشكل رسمي، يعني هم متعاطين، فبيروجوا عشان يتعاطوا، يعني ما للربح، ودي الكارثة. لأنه كده عدد المروجين بيكتر، بيبقى أي زول متهم. أنا ده أتكلم عن جزئية مهمة جدا. جريمة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية هي جريمة من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الإقليمية. الحبة بتاعت الحبوب بتاعت الكبتاغون اللي بتصنع في منطقة معينة. نعم. لحتى تصل لحد السودان وحتى تباع تتم في سرية تامة. وتتم بتقوم بها شبكات إجرامية. لو شبكات إجرامية محلية أو أجنبية. نعم. بالتعاون مع شبكات. المجرم أو المتعاطي بيبدأ العملية التعاطي، بعد شوية بيحتاج إنه هو هي كلمة المخدرات جاية من كلمة الخدر. الكسر، خدر بمعنى الشخص الكسول العاطل عن العمل. نعم. فلما الواحد يكون المخدرات تؤدي للتسرب الدراسي، لفقدان العمل. صحيح. فبيبدأ الشخص ده بدل ما هو كان شخص بيتعاطى يبدا يفكر في عمليه انه هي جلب، زي ما هو بيطلع قروش عشان او مال عشان يشتري سريع. نعم. يبدا يفكر انه هو يبدا الاتجار بالحاجه زي دي. فبيتحول من شخص، انا ما بعني كل الناس لكن بيتحول معظم الناس بيتحول لشخص مروج لاصدقاء حوله، للمجتمع حوله، لاولاد الحله. فلان ذاك عنده الحبوب، فلان ذاك عنده كده. حتى بيبيع لاولاد الحله، بيبيع لهنا. نعم. لكل ما والله دي جزئية مهمة جدا، انه زول بيبدا كده، لانه هي ما رخيصة بالمناسبة. يعني اذا انت بتتعاطى بشكل يومي هتخليه ده امر مكلف جدا. نعم. يعني هي ما رخيصة. نعم. ممكن ده يؤدي لانك ترتكب جرائم ثانية، تسرق مثلا. المشكلة بتاعت المخدرات نحن كل الدولة بكل اجهزتها السيادية، كل اجهزتها التنفيذيه الان في حمله قوميه كبرى، نفره كبرى ضد ظاهره انتشار المخدرات. نعم. فالمخدرات ما هي الشيء، يعني هي ما واحد ولا اثنين ولا صنف واحد ولا هي كميه من انواع المختلفه. نعم. المختلفه وفول متجدده. يعني احنا قدر ما نمشي في حاجه نلقى اساءه استخدام حاجه ثانيه، قدر ما نمشي تظهر انماط جديده، قدر ما نمشي تطلع انواع مختلفه من الانماط القديمه. نعم. وانا اتخيل ليه المروج ذاته بيطور ادواته، قدر ما انتم تتطوروا به هنا هو برضه بيطور ادواته به هنا. تطور الجريمه يعني تطور اسلوب. يعني تطور اسلوب اللي احنا بنسموه اسلوب الاداء للجريمه. اسلوب الاخفاء، اسلوب الترويج، اسلوب التعاطي. يعني نحن زمان سياسة البنكو دي لما تسمع ود ناس فلان بيش صحيح بيجيبوا الورق وبيجيبوا الحاجات ويلفوها وبيسووا. الآن المخدرات أصبحت ما تحتاج لي ورق ولا تحتاج لها، فيها ما يحقن وفيها ما يشم وفيها ما
يتعاطى عن طريق اللي احنا بنسموه الاستنشاق كويس. اصبحت كل الطرق في بلع نعم وفي عن اصبحت ما تبقى احنا بنسميها في الصيدله بسموها الروت اوف ادمنستريشن، طرق اخذ الدواء او طرق اخذ في بعض الصيدليات بالمناسبه بتمر عليهم الروشتات ترامادول والعيله بتاعت الترامادول وبتتباع في الصيدليات يعني، والشباب ديل عارفين يطلعوا الروشته كيف بالمناسبه عشان نكون واضحين اكثر. وحقيقه ان احنا نكون واضحين اكثر ان احنا نشوف الخطوات التنفيذيه التمت في اتجاه ما يسمى باساءة استخدام العقاقير او ضبط العقاقير الطبيه. نعم انا ذكرت انه الاداره العامه لمكافحه المخدرات لديها ممثل في لجنه الادويه المخدره والمؤثرات العقليه واللي هي اللجنه التي يراسها المستشار السابق للاداره العامه لمكافحه المخدرات. نعم وهي اللجنه المعنيه بضبط صرف العقاقير الطبيه والمؤثرات العقليه، العقاقير التي تحتوي على نسبه من المخدرات. نعم. في اتفاقيه اسمها 1971 او اتفاقيه 72 او بروتوكول 71 واتفاقيه 71 دي معنيه بصرف الحاجات الزايده. نعم هنالك روشتات يتم صرفها عن طريق وزاره الصحه لبعض المستشفيات ويتم صرفها لعقار صرف عقار الترامادول وكل ما يتعلق بالادويه الدايزيبام والكولوزيبام، كل الأدوية ذات التأثير النفسي أو المؤثرات العقلية دي ويتم صرفها بها. لكن هنالك ما لا يأتي عن طريق القنوات الرسمية. إحنا لدينا حدود، إحنا لدينا كميات كبيرة جدا من عقار الترامادول تدخل عن طريق الحدود بكميات من غرب أفريقيا حتى ما جرعة مسجلة عندنا في جرعة عالية جدا 225، وهذه ما تسمى بالمختبرات السرية لتصنيع المخدرات، يمكن هي غارقة منطقة بتاعت غرب أفريقيا دي كلها. نعم. هي غرقانة بالمنطقة بالحبوب تحت الترامادول، حبوب تحديدا يعني تحت الترامادول، أما ما يسمى بالكبتالون والحاجات دي فدي أيضا تصنع في مختبرات سرية في بعض المناطق وبرضه تجلب للسودان، وكانت في ضبطيات كبيرة جدا، ضبطيات بتاعت بعض الحاويات كانت تحتوي على نسبة تحتوي على بعض والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات المعنية نجحت في القبض على الحاجة دي. وبالعكس يعني حتى بعض المجموعات الإجرامية بدأت عملية هنا عملية بتاعت تصنيع لها وتم القبض عليهم قبل ما هم يقدروا إنه هم يوزعوا حاجة زي ما سمعنا قبل فترة ما طويلة إنه دخلت عن طريق المطار بواسطة شخص أجنبي يعني حتى ما سوداني. الكلام ده لو شهرين او ثلاثة شهور كمية بتاعت حبوب فظيعة جدا. هنالك ضبطيات وهي كل المنافذ البرية والبحرية والجوية دي التجار المخدرات بيلجوا لأساليب زي دي. إدارة العامة لمكافحة المخدرات والسلطات المعنية، سلطات الجمارك والأجهزة الأخرى بتعمل ولديها ضبطيات كبيرة جدا لو كانت عن طريق المطارات أو كانت عن طريق وفي أساليب بتاعت إخفاء تختلف. ما ياتي في اقلام الحواجب زي ما يقولون، ما ياتي في شواكيش وفي ايادي شواكيش. نعم. وما ياتي في خراطيش بتاعت هيدروليك مكبوسه. الاداره العامه لمكافحه المخدرات نجحت في القبض على الشبكات. في تعاون دولي ما بين مكافحه المخدرات في السودان ودول الجوار؟ هنالك تعاون دولي بين الاداره العامه لمكافحه المخدرات وزاره الداخليه بيننا وبين ما يسمى بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. نعم. ولديها علاقات مع بعض المكاتب الدولية. ولديها علاقات مع دول الجوار في مجال مكافحة المخدرات، جمهورية مصر العربية، ليبيا. كل لديها علاقة مع المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة في عمان، هيئة دولية في فيينا في النمسا. ولدينا علاقات طيبة جدا تربطنا مع بعض الأجهزة الأمنية في التدريب. أنا قاصد هنالك فرص تأتي فرص تأتي لتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات، ما الفرص الكبيرة المتاحة. نعم. لكن في فرص تأتي للتدريب. المكافحة مكلفة للغاية. نعم. يعني نحن 8 دول زي ما قلت أنت. نعم. وداخليا برضو عشان تكافح هذا المخدر تخيل ليه مكلف جدا الفند. كيف الإدارة العامة لوزارة الداخلية تولي أو من أولى أولياتها منذ تأسيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في العام 2003 إنه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعمل
على حفظ المواطن السوداني في ماله وفي عقله وفي أرضه. والإدارة العامة لمكافحة المخدرات قدمت ما هو كل غالي ونفيس لحماية شبابنا وحماية عقولنا. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حملتها الاستباقية لإبادة الزراعات الغير مشروعة قبل الزراعات في منطقة جنوب دارفور احتسبت 14 شهيد كويس في واحدة من حملاتها، ولهم الرحمة والمغفرة، ربنا يتقبلهم ويقولوا الحسن إن شاء الله. التكلفة، أنا مصر إنه نتكلم عن التكلفة دي، يعني هل في فند دولي؟ لا يوجد فند. الإدارة وزارة الداخلية تلي اهتمامها بالملف المخدرات وتقدم ما كل ما هو متاح لديها، وما بخلت يوما بها من دفع من آليات وعربات ووقود وقوة وتدريب صحيح سلاح، كل ما هو متاح قدمته له. صحيح. في بنلقاهم أسي بالأيام دي بالتحديد في الطرقات السفرية، يعني يكونوا في كل نقاط تفتيش هم موجودين. فأنا بتذكر إنه في واحد من الركاب كان بيتكلم قال يا أخوانا إذا أنا أصلا شايل لي مخدر ما بيجي البص، يعني من الاستحالة بمكان إنه أنا أجي بالبص، أنا بجي بطرق تانية بالخلاء بالتحديد يعني. فهل ده مجدي أنت حاسب إنه ده مجدي إنه يكون في جبانات في الشوارع السفرية الطويلة؟ هنالك محطات، لدينا قوات على انتشار الطرق البرية، وهنالك طرق نحن ممكن نقول غير معبدة، يعني نحن أيوة بالضبط كويس، وهي استغلوها تجار المخدرات، وهي طرق برية بيعرفوها كويس جدا. صحيح. وهم عندهم تواصل بالسرية وب صحيح مطورين خالص. صحيح مطورين خالص. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لديها خطط اسمها خطة قطع الطرق، ولدينا معلومات واتصالات. والإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت في كثير من الضبطيات التي تأتي عن طريق الطرق البرية. نجي بقى للموضوع المهم للغاية، أنا خليته في ختام حوارنا ده عشان نضغط عليه ونتكلم عنه أطول فترة ممكن، اللي هو الكريستال ميث أو الآيس كما يعرف. وأنا ما أعرف هو تاريخ دخول السودان بالضبط 200، لكن ما سمعنا به قبل كده إلا تقريبا السنة الفاتت. هل هو أصلا كان موجود في السودان ويستخدموه أشخاص بعينه، ولا هو فعليا دخل يداب يعني؟ مخدر الكريستال ميث هو، أنا عايز أتكلم عنه، هو في كان هو ذاته هو شنو؟ يا ريت. المخدر الكريستال ميث ده هو من المخدرات أساسا الخاضعة للرغبة الدولية الموجودة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية. طيب. وهو مخدر غير جديد، يعني تم تصنيعه بغرض علاجي. نعم. ولكن سرعان ما تطور إنه المخدر يمكن يستخدم كمان في حروب، لما دعنا نتكلم عن الحرب العالمية نقولوا من النازية يعني. نعم. استخدموا بعض الجنسيات، نحن كان الألمان واليابانيين طوروه وبعدها يستخدموه. نعم. وهو من المحفزات، يعني محفز يعني حاجة بتزيد، يعني تزيد النشاط الذهني والنشاط البدني. لكن سرعان ما اكتشفوا انه الحاجة زي دي تؤدي للإدمان، فدخل الحظر الطبي انه عدم التعامل معه. طيب. خلاص طبيا عدم التعامل معه. نعم. المخدرات من أشكال الطبيعية لأشكال الشبه طبيعية أو شبه صناعية. نعم. يضيفوا لها بعض المواد الكيماوية والمصدر بتاعها. مصدر طبيعي. نعم. ونضيف لها بعض المواد الكيميائية عشان نستخلص منها، زيها زي الهيروين وزيها زي الكوداين وزيها زي نحن ممكن نقول الكوكايين والحاجات زي دي. نعم. لكن سرعان ما ظهرت لنا ما يسمى يبين أشرت لها بالمختبرات السرية لتصنيع المخدرات. طيب. وهي نحن نسميها المخدرات المصنعة أو الكيميائية. نعم. هي لديها بعض المواد ويتم تصنيعها في مختبرات. مختبر بمعنى شنو؟ بمعنى غرفة في معزولة بعض المواد الكيميائية تخلط بغير شيء علمي. يعني شيء علمي شنو؟ بغير مقاييس دقيقة. مقاييس. نعم. يعني ما فيها كواليتي كنترول ضبط الجودة ولا فيها كواليتي أشورنس ولا فيها ذاك، وتخلط الحياة زي وتباع وتملى. يعني المختبر السري ده ممكن يغلي أي حاجة. المواد ذاتها التي تصنع منها فيها بعض المواد التي يتم تراقبتها عن طريق الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، تستخدم في صناعة الأدوية كموسعات للشعب الهوائية كغيرها كأي شيء. نعم. لكن تسرب من بعض
أنا ما لا أتحدث عن السودان، من بعض القنوات الرسمية الموادي وتدخل في الصناعة. ويمكن بعض الدول الآن الفين بيقول لك يعني بيقول لك والله ضبطت بعض الشحنات من المواد التي تستخدم للأغراض الصحيحة المشروعة. نعم. في بعض الدول. فبتم الحياة زي بتم تصنيع وبتم تصنيع مخدر الآيس، ومخدر الآيس هو تاريخه في السودان ظهوره ما كان طويل أو قد ما يكون كان واضح بصورة. صحيح. لكن في الآونة الأخيرة بدأت ضبطياتنا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات. نعم. نجحت في ضبط، والسلطات المعنية الجمارك مكافحة التهريب ضبطت في ضبط كثير من الضبطيات، ونجحت في تفكيك. نعم. شبكات تعمل في المجال ده. والآن محاكمات هي ما شفي الحاجة. كيف بيتم ضبطه؟ يعني هو ما فيه ريحة أول حاجة، وشكله ذاته غريب، يعني بيتم ضبطه كيف؟ بواسطة شنو؟ هل بشوفه شكل الزول ولا لا؟ لا. نعم. هنالك معلومات، هنالك تنسيق بيننا وبعض الدول، بعض المعلومات بيننا وبعض الدول. نعم. يعني بيجينا بعض المكاتب التي تعمل في مجال مكافحة المخدرات، أفرادنا في الميدان، أفرادنا في المطارات، أفرادنا لديهم تدريب عالي. يعني السودان يفتقر، يعني يمكن الإدارة العامة للجمارك عندها أجهزة الآن دخلتها في عمليات الكشف. نعم. لكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لديها ضباط، لديها أفراد. نعم. يعني هم مدربين، رأس قوات الشرطة لديها ضباط مدربين في هذا المجال. نعم. يعني قادرين إنه هم يدعموا. بس الخطورة كلامنا قلناه قبل، إنه المرويجين أغلبهم شباب بيجوا متعاطين، يعني الفئة المستهدفة. ما مستهدف أنا في عمري. الفئة المستهدفة هم الفئة بتاعت الشباب اللي هم أعمارهم بتتراوح من 18 أو من 15 سنة لحد عمر 30 سنة. دي اللي هم الفئة، ده عمر الشباب، الفئة اللي بيتعاملوا معها. نعم. فدي أكتر ترويج بيكون في المناطق حوالين الجامعات. أيوة. والإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت، كانت في عمل ورشة علمية. نعم. مع تنسيق مع وزارة التعليم العالي. كان الكلام ده في 24/6/2022. نعم. وكان في ورشة كاملة جدا عن المستجدات في مجال المخدرات. نعم. وكانت عم قدمت ورشة مرقت بتوصيات كبيرة جدا، وكان في حضور كان من مجلس السيادة، كان الوكيل ذاك جو حضروا الورشة دي وقدمت توصيات على أساس أهمية يعني تقديم حلقات توعوية، محاضرات عن المخدرات، عن التوعية. ممتاز. كويس. الآن كل أجهزة الدولة من أعلى مستوياتها السيادية وكل الجمعيات العاملة في مجال مكافحة المخدرات. نعم. الآن تعمل في نطاق في جميع السودان. والإدارة العامة لمكافحة المخدرات منذ 8 أشهر السابقة. نعم. في توجيه إنها تعمل في جميع ولايات السودان بتنفيذ خطة توعوية شاملة. نعم. تشمل كل المدارس، تشمل كل الجامعات، تشمل كل المعاهد العليا، تحمل كل الجهات. نعم. اللي هي ممكن تستفيد عن من أضرار المخدرات وتأثير المخدرات على المجتمع. نعم. أنا أشكرك جدا والله سعادة الرائد حاتم الطيب، مستشار العلمي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات. شكرا أنك كنت معنا، وشكرا على الكبسولة وعلى هذه المعلومات من الأهمية بمكان إنها تتقال. ثاني حنستضيفك وثالث وترابع. لدي بعض الإضافة الأخيرة. جدا تفضل. كما أود أن أفيد يعني إنه الآن القوات الأمنية في السودان أو في تعمل في تضافر الجهود كلها من قوات الدعم السريع، قوات المسلحة. نعم. الشرطة، مكافحة المخدرات تعمل الآن في حملات يومية للقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات. وإدارة العامة لمكافحة المخدرات تؤكد إنه حرصها على المواطن السوداني في ماله وفي عرضه وفي عقله. نعم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا رايد. شكرا لكم على حسن المتابعة. حنمشي فاصل ونعود نواصل صباح الشروق، ما تمشوا بعيد.